كده تمام الاحوال؟ سي زياد، ماشي بخير الحمد لله، عفوا. الله يحفظك السيد، الله يلا بخير، الله يحفظك. تخضر في عوج، لا تقول لي كي جات كرماجة، وفي نفس الوقت تقول لي شنو خصو يدار دابا على المستوى السيري. بالنسبة للرجاء جاتني البارح، شفنا الرجاء مزيان، شفنا خط الوسط تحرك بزاف وخط الهجوم حتى هو تحرك بزاف. شفنا الرجاء كتنوع في الهجمات ديالها، كدوز من لي كولوار، كتدخل من الوسط، يعني شفنا مهم، شفناها تحركات شويه. غير هو واحد القضيه اللي ما عجبتنيش، كاين اللي كادو بزاف، كنعطيو لي كادو بزاف للفرق. حنا شحبونا تيطور باش ماركينا عليهم، ولكن حنا يعني اللي احنا درنا كنسهلوا عليهم الماتش، سهلنا عليهم الماتش. مالوريزمون عطيناهم دو كادو، وكادو واحد اخر ديال جبيره، يعني دار الله كان لوفسايد، يعني كادوات، يعني بالاخص هذا اللي بالاخص عطيناهم اليوم. اللي ضرني بزاف، انا اللي ضرني بزاف هو الكادو ديال السي ديال هنيتي سي زنيتي، زعما مول العقل زعما والتجربة. وي هو حط كورة باين تيشوف الهي بحال زعما هو مع بحال زعما صحاب راسو لعب في مكة ولا مع لا الثقة ما كتوقعش لواحد اللي عنده اكسبيريونس، ما توقعش ليه هو بتاتا. داكشي اللي كاين، هذيك زايدة هذيك الحركة اللي دار صراحة. ما علينا، المهم شفنا، ولكن راه ما نساوش يوسف اللي راه اللمسة ديال السي بكاري وابو شروطة حاضرة كاينة. مثلا فهمت لي انايا لحقاش انا باش درت المقارنه، شفت بان لا سان سيزون العام اللي فات وي كانت الراجه شويه بحال كتسلمي، يعني كنا شفنا راه كلشي كان تيقول لي كتربح كترجع اللور، يعني كي ماركي بزاف. ولكن في الديبي ديال هاد لاني هادي، يعني شفنا الراجه كانت في الاول في الديبي ديال لا سيزون بدات مزيانه قبل الشهر، يعني كانت مزيانه مع القطوط ديال البكاري، شفنا واحد النزعه هجوميه بداو بها مزيانه من بعد تلاشات مع نظر مع الله واعلم شنو كان تيدور تما. لا دابا انا كان البارحة شنو الحاجة اللي بانت لك بأنها عندها علاقة بالبكاري وببوشروان؟ قول لي شي حاجة شنو. بأنهم اللي عارفين اللعابة، هم اللي عارفين بزاف ديال الحوايج، لا ولكن كنظن بأن اللبسة المدربين كانت حاضرة لانيماسيون باش ناقش المباراة، لانيماسيون يعني لانيماسيون وقراءة لانيماسيون الخصم. لانيماسيون ديال البارح، لانيماسيون ديال البارح ما عندها علاقة حتى بشي مدرب مغربي، هذيك انيماسيون جديدة أول مرة كنشوفها، الانيماسيون ديال اللعب. ولكن ما يمكنش السيوس بغا يجي هو غيجي مدرب يوم الاحد في 3 ايام، غادي يدير واحد الخطه اللي غادي يستوعبوها يقدر اللعاب، يقدر واحد يدير في التكتيك. يومين 3 ايام يقدر يديرها. دابا هو هذا دابا شنو، دابا اعتمد على المساعدين ديالو في التشكيله. وي اكيد هذا الشيء اللي قلت لك، ياك لا في التشكيله هذيك، ما نتذكرش معاك ما نتناقش معاك في التشكيله، راه اعتمد على المساعدين، لانه ماشي هو كامبو غيجي غيبدا يبدع، لا كيعتمد على التشكيله اللي كانت هي اللي كيخليها حتى كيدوز الماتش الاول، وكيبدا هو كيبدا بالبصمه ديالته شويه بشويه. ولكن لانيماسيون ما عندها علاقه لا بالبكاري، ولا يكذب عليك كذاب يقول شي واحد. علاش؟ لان وليت كتشوف اللاعبين كيتحركوا بواحد السرعه ملي كتمشي لهم البالون، شوف ملي كتمشي لهم البالون في عم الرجاء دات هذاك اللاعب، يعني كيفاش كيمشيو يقلبوا كيقلبوا لدرجه لدرجه الا كتشوف الميليو تيران ديال تطوان تيبان لك اللاعب بحال داك الصفصافي، هو ما عرفهاش باش منفوخه، جبرون ما عرفهاش باش منفوخه، ما كاينش حتى شي واحد فيهم، هما ما قدرش يشد البالون. شكون اللي كان فيهم؟ هذا كان فيهم هذاك الطويل، داك الكابيتان، لا داك الكابيتان داك الطويل ديالهم اللي كيلعب ميليو تيران ديفونسيف، هذاك هو اللي كان كيتقاتل وكان كيقذر في عباد الله، هو اللي كان. اما الاخرين راه ما كانوش، وهذاك الصفصافي بغى يضرب كاع، عقلتي الماتش اللي فات راه كان ضرب لنا الحفيظي، كبغى يضرب وما لقى من يضرب، ما كيجي من الكره ما كتوصلوش. ولكن حتى ذاك التسعود اللي كان عندهم ذاك السينيغالي خلق نتائج، لا زوين زوين تسعود زوين هذاك العزيز خلق هاد اللي ديفونسور ورفد ولا اخر دار لهم تبرزيط. بيان سير هو القضيه اللي كانت شغلت بالي، ان الصعوبة ديال جبيره وديال المذكور، وخصوصا الجهه ديال المذكور، ما كانش اللي كيغطي عليه بزاف، خلاها بحال شويه كان تيجيو سميتو حيت كان متولي، كان متولي على اليمن، ما كيأديش الواجب الدفاعي، ما عندوش كونديسيون في الدفاع. فوالا ما يقدرش يبقى يطلع يهبط يطلع يهبط، هذا الشيء هذاك الشيء اللي كاين فعلا. واخا 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 خويا الله يحفظك، الوقت شويه ضيق كيزعمنا، دير لي دابا على المستوى. بالنسبه للمكتب انا اول خطوه عندي انه خاصني نقيو شويه اللغه
الاوازيس وتكون الرئيس عنده شخصيه يبعد هذوك الناس اللي كيشوشوا على المدربين وهذوك الصحافه، يخلي السيد يخدم على خاطره ويفرض راسه، واي حاجه غادي تبث المدرب ينقي ليه هذا ويجلس مع اللعابه ويهضر معاهم بان المستحقات ديالهم راه غادي ياخذوها ويدير لي واحد الجو فين غيخدم. وبالنسبه للمسائل الا كاين شي هذا الا احتاج المدرب اي حاجه خاص يوفرها ليه، وهادشي اللي كنتمناه حنايا زعما كراجل. انت في نظرك ما خصش حاجه دار باش ترجع شويه اللحمه ما بين المكتب وما بين الجمهور؟ ما بين الجمهور النتائج راه بطبيعه الحال اذا كانوا نتائج وكان شي حوايج بحال دابا شفنا بحال دابا شي تقرير خرج ديال هذا بان لينا حنا السيد باغي يخدم لان كاين النزاهه كاين الشفافيه. فوالا واش هذا هو اللي كنتسناوه، انه داك الافتحاص خصو يخرج خصنا نعرفوا النتائج ديالو. شي تقرير ديال الفحص المالي من عهد ديال بودريقه ولا حسبان؟ لا احنا ما غنمشيوش الفلوس هذيك فين مشات؟ احنا شوف باش نعرفوا يعني باش حنا بحال دابا الا عاوننا الرجاء ولا كانت شي مساهمه من الجهه ديال الجمهور ولا هذا غنكونوا بحال حطينا فلوسنا في واحد اليد امينه غنعرفوا لمن عطيناها. دابا السي مروان واش انت كنتظر انه غيديروا لك افتحاص من الفتره تاع بودريقه ولا ديال سميتو ولا ديال سميتو اخو سميتو دابا لا اللي كان قبل منه الحانات ومن تما غيدير لك هما تفتحاص حتى اليوم. ما تنتظرهاش. شوف كلشي ممكن الا بغاو يديروا شي حاجه سيريس راه كدار كلشي. راه هو بعدا واحد القضيه راه التقرير ديال بودريقه التقرير المالي راه كان هزوا داو المكتب محاسبات ودعاو بودريقه وما صوروا من والو لحقاش لقاو هناك يعني لقاو داك الشيء اللي خاصو يدار هو اللي كاين وراه اللي هزوا هذا هو جواد الامين. كنتمنى ان جواد الامين كما كان تيهضر لما كان في المعارضه في عهد بودريقه كيبو هز التقرير المالي ديال بودريقه وداه للمكتب ديال الاحتساب ودار فيه طعن فيه وداك الشيء وداه للمحكمه يهز حتى ديال الحسبان ويهز ديال السياد كما دا ديال بودريقه تكون عندهم مزيان هذا الشيء اللي دار. حنا فرحنا حنا كنبغيو النزاهه غير هو كما دار هذا الشيء لبودريقه تنتمنى حتى هذا الشيء يهزو يدي ديال الحسبان ويدي السياد. ايه احنا سيدي شوف احنا يفكوا لنا غير المشكل ديال هذه عامين غير هذه عامين اللي دخلت 24 مليار بجمليار ديال بانون 24 مليار فين مشات؟ علاش 24 مليار؟ والازمه كاينه المشكله يقدر يقول لك بحال دابا راه درنا بها هنا وهو كلشي كل نهار كيخرج لك واحد كيقول لك كنسال لا هذا ما خاطفين واحد كيسال وما عرفناش حنا دوك الفلوس فين كانت كتمشي الله اعلم. صافي حنا داك الافتحاص هذه الخدمه ديالته هي يبين لنا دوك الفلوس فين مشاو الشيء اللي بغينا باش ترجع الثقه ديال الجمهور ويرجع الجمهور. الرئيس ما عندوش الشخصيه ولا الكاريزما باش يدير هادشي. لا علاش؟ لا تطلب الافتحاص قالك. لا ولكن راه ضاروا فيه وتراجع عليه. لا ما تراجع ما والو، الافتحاص خرج. سمعتو تراجع عليه. لا ما تراجعش لا. لانه هو اصلا كان معاهم في المكتب. وتصنت راه كان معاهم في المكتب هو راه قالها. قال لك انا ما كنتش كنحضر القرارات ما كنتش. كانوا حتى في العلم ديالي كان الاجتماع ديال هذا كان تيحضروا ليه اربعه الناس. صافي خدامي بيناتهم. كان تيحضر ليه الزيات وكان تيحضر ليه ذاك الكاتب العام انيس محفوظ وكان تيحضر ليه واحد السيده كانت تما ما عقلتش على السميه ديالها وذاك واحد اللي كان قدم الاستقاله ديالو خرج البلغيتي. صافي راه كان داكشي بيناتهم مدورين هو كان كيحضر بور لا فيغوراسيون وكيجي يعاونهم واش بغيتو شي حاجه نعاونكم شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين. دونك حنا باش ما نبقاوش نقلبوا على كما تيقول على حاجه اللي خصنا حنا نشوفوا غير اسهل حاجه هي هاد عامين الاخرى شحال ديال الفلوس دخلات وشحال ديال الديون كانت شحال تحيد منهم شحال ديال المصاريف واش ديك المصاريف مبرره واش كاين لي فاكتور ديالها واش بصح هذوك المصاريف تصرفوا او لكن كيغونفليو المصاريف. حنا خصنا غير الشفافيه. حنا ما بغيناش انا ما كنتهموا حد ما كنقولوا حد دخون ما كنقولوا ما كنقولوا فهمتي حقنا نعرفوا فلوس الرجاء فين مشات. ماشي حقنا فلوس الرجاء هو فلوسنا حتى حنا راه حتى فلوس راه الجمهور راه دعم الزيات لواحد الدرجه ما كتصورش دونك فلوس الجمهور كاين تما. راه الفلوس اللي المساعده اللي ساعد الجمهور الزيات المكتب الزيات ما عمر شي رئيس خداها نهائيا وعمر الدعم اللي دعموا الجمهور ما عمره كان شي رئيس. صح تمام تمام. شكرا خويا شكرا كنشكرك خويا مروان. تحياتي فرصه سعيده هذه. تاعك الله يعطيك السلامه.